طيب تمام، حط لنا بس العناوين المحاضرة لو سمحت. الفاونديشن واللود، العنوان موجود. طيب ما في سلايد ثاني يعني عندك؟ لا والله. طيب فكرة معينة، ما عدا خلينا نشوف ما كتبناه. نبدأ سيدي. توكل على الله. الإضاءة عندي ما نظبط بس مو مشكلة، المهم إنك أنت ظابط. تسلم، الله يبارك فيك. زملائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءنا اليوم هو سلسلة من لقاءات الإنجينير ستوك بدأنا فيها من السنة الماضية، وهو تكملة لموضوع سابق بدأ فيه مهندس عبد الحكيم عن الأوفرهيد تاور فاونديشنز. اللقاء السابق مهندس عبد الحكيم حكى فيه عن تصميم أبراج الكهرباء، أعطانا فكرة عن طريقة الأحمال وكيف تنحسب الأوزان على الأبراج وكيف تصميم البرج نفسه، وحكى كمان كيفية الاستعانة ببرامج التصميم مثل الاستاد وغيره لرسم الأبراج وتصميم العناصر الإنشائية فيها. محاضرة اليوم راح يكمل مهندس عبد الحكيم بالأبراج، ولكن عن موضوع قواعد الأبراج اللي هي موضوع مهم، وهو من المواضيع اللي بيصير فيها cost saving كثير بالمشاريع. إذا عندك overhead line طويل مئات من الأميال أو الكيلومترات وعندك أبراج كهرباء كثيرة، فقواعد الأبراج هي من العناصر اللي بتشكل كلفة كبيرة بالمشروع. مهندس عبد الحكيم رح يكمل بالموضوع اليوم، هيعطينا من خبرته وتجاربه العملية بهالمجال مشان نحسن نعمل ديزاين مطابق للمواصفات وبنفس الوقت ما يكون في هدر بالكميات. مقدمة عن مهندس عبد الحكيم. مهندس عبد الحكيم مواز، خريج جامعة حلب سنة 96، خبرة 25 سنة في مجال التصميم وإدارة التنفيذ. عمل بكبرى الشركات في السعودية لمدة 10 سنوات وتقلد منصب مدير أعمال المدنية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، وكان مسؤول عن مراجعة وتصميم الأبراج الكهربائية وقواعدها، ثم عمل مدير مشاريع لإحدى الشركات وما زال حتى الآن في هذه الشركة. مهندس عبد الحكيم عمل أيضاً على العديد من التصاميم للمنشآت المعدنية والخرسانية في الخليج وفي عمان والعراق، وعمل أيضاً على إعادة تصميم العديد من الأبراج ومنها مبنى 25 دور والعديد من المشاريع الاقتصادية وتقليل تكلفة المشاريع خاصة مشاريع الأبراج الكهربائية. مهندس عبد الحكيم مدرب معتمد للشركات تنفيذ الأوتاد الفايلز، وله أوراق بحثية في مجال التربة نشرت في العديد من المؤتمرات العالمية، وهو حاليا يحضر لأوراق بحثية سوف تنشر في المستقبل القريب. مهندس عبد الحكيم، الصوت والصورة إلى سيدي. تسلم، الله يعطيك العافية أخي، شكرا كثير لك. زملائنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا الحقيقة سابقا عن موضوع الأبراج الكهربائية لما له من أهمية في الدول، الحقيقة بسبب توليد الكهرباء ونقل الكهرباء بين المدن، وقد وصلنا العديد من التساؤلات والاستفسارات من الزملاء عن تصميم القواعد للأبراج الكهربائية، لذلك اخترنا نحكي بهذا الموضوع. قبل أن نبدأ بموضوع القواعد للأبراج الكهربائية بدنا نعمل تذكير
الأبراج الكهربائية واللود على الأبراج الكهربائية. الأبراج الكهربائية هو اللاتيس ستيل ستراكتشر اللي بتستخدم بنقل الكهرباء. شكل البرج يعتمد على استطاعة هذا البرج، فإذا كان 380 أو 230 أو 115 أو 69، وفي تسميات أخرى ممكن يكون تقريباً 110 بدل 115، 232، 210 بدل 220، طبعاً حسب التصنيف بكل دولة من الدول. الأبراج الكهربائية يتم عليها حمولات ناتجة عن الكيابل والرياح والأوزان الذاتية والثلوج والأمطار والرياح ذكرناها. الأبراج الكهربائية ممكن يكون عندك البرج إما برج زاوية أو برج سسبنشن تاور بنسميه أو ستريت تاور. البرج الزاوي مثل ما احنا شايفين هون بيحصل عليه تنشن كبير بيؤدي لحملات كبيرة. لذلك بالنسبة للتصنيفات راح نشوف بالسلايدات القادمة، صنف الأبراج الكهربائية حسب زاوية كل برج. لمعرفة الحمولات على البرج على المهندس الإنشائي أو المصمم اللي ما عمل بالأبراج يجب أن يعلم ما هي العناصر المشكلة لخطوط نقل الكهرباء. نبدأ ببرج الكهرباء أو البرج الشبكي أو lattice steel structure اللي بدوره راح يحمل أو مؤلف من البادي بيزك بادي والكروس ارم، والجسد اللي بيشيل الكروس ارم، والكروس ارم بتشيل الانزوليتر والكليمب، والكليمب بده يحمل الكوندكترز او الوايرز. نشوف بالاعلى في عندنا ايرث واير، لازم ننتبه ممكن يكون عندي 2 ايرث واير، ممكن يكون عندي 1، وممكن بدل الايرث واير يكون ايرث واير او بي جي اللي بيستخدم لنقل الداتا. بالكروس ارم كل كروس ارم او كل سايد من الكروس ارم بيسمي لي او نطلق عليه الكرنت او التيار او السيركت الواحد. فاذا عندي انا دبل سيركت بيكون عندي 2 كروس ارم يمين ويسار. اذا عندي دارة واحدة بتكون اما على اليمين او على اليسار، رح نشوف بسلايدات قائمة مثال لذلك. فالتور ممكن يسمى ايضا دبل سيركت او سنجل سيركت. الكيابل تتعرض للرياح، تعرض للرياح تتعرض لشد. الانزوليتر يتعرض للرياح للوزن الذاتي. البرج ايضا وزنه الذاتي ويتعرض للرياح. السبيسر الكونكشن اللي بتوصل الكوندكترز مع بعض ايضا يجب ان نحسب اوزانها والرياح. الاو بي جي او الايرث واير الكيبل لازم ايضا ننتبه عليه ونشوف عدد الكوندكتر الموجود او الواير الموجود اما 1 أو 2. ايضا نرجع للكوندكترز، الكوندكترز بالسيركت الواحد ممكن يكون 1 كوندكتر، ممكن 2 كوندكتر، ممكن 3، ممكن 4، ممكن يوصل ل 8 كوندكتر وبعتمد على الجهد. إذا هذه العناصر اللي بتشكل لي البرج واللي راح يكون عليها الحمولات، والمهندس لازم يعمل تيبل لهاللود وكل لود لايش او كل عنصر شو الحمولات اللي بتعرض لها حتى يصمم البرج ليطلع عنده الرياكشن لتصميم الفاونديشن. نشوف هون مقطع، نرجع بنقول السيركت هو بي واي ار، هي عباره عن مسميات بتسمي سيركت اي سيركت بي. البي واي ار عباره عن تيار واحد او سيركت واحد، وعلى اليسار
RYB السيركت الثاني. ممكن يكون عندي سيركت واحد، ممكن اثنين سيركت مثل ما حكينا، وممكن عندي واحد OBG والثاني عندي الأندر جراوند وايرينج. بالأبراج عندنا كثير مهم ننتبه لتصميم البرج وارتفاع البرج. السبب مثل ما ذكر بالمقدمة المهندس أنس، الحقيقة عندنا آلاف الأبراج أحياناً بالمشروع الواحد، يعني بأحد المشاريع عملنا عليه كان بحدود 1087 تور. فتصور 1087 تور، لو بالتور الواحد أخطأت بسماكة التصميم وزادت عندك اللود على البرج، فبالتالي رح يزيد معك الستيل ستراكتشر ورح يزيد معك الفاونديشن، واحسب كم التكلفة التي ستكلف سواء المقاول أو الشركة المنفذة أو مالك المشروع. ارتفاع التور مهم جدا جدا لأنه بيلعب دور اقتصادي كبير، واللي بيحدد لي ارتفاع التور رح نشوف عنا أول شيء الساق تبع التور، اللي بيلعب دور هو ارتفاع البيزك بادي مع طبيعة الأرض الجغرافية. ارتفاع الساق والمينيمم كليرانس بناخذها دائما من الاشتراطات الكهربائية من مهندس الكهربائي. الساق بنشوف بنلاحظ بهذا الباراجراف او بهذه الصورة ان الساق كتير متدني مع منسوب البرج، لكن باعتبار في وادي ما عندك بشلي بهالساق، وبالتالي عندك البرج كتير قصير ارتفاعه بالطرفين. بينما لو كانت الارض مستوية ما في عندي هالوادي هاد او هالنهر، فبالتالي راح تلاحظ اني بالنسبة للكليرانس او الساق كليرانس راح يرتفع لفوق. اذا ارتفع نتيجة رفعه انت بدك ترفعه لتحقق الكليرانس مينيمم كليرانس، راح تضطر ترفع الابراج. رفع البرج يعني تكلفة البرج. نشوف هون حكينا بالصورة عن السنجل سيركت والدبل سيركت. لاحظوا معي هون عنا بهذا الابراج يمين ويسار في عندي انزليتر وفي عندي كيبل، هذا كمان هو عبارة عن سنجل سيركت وليس دبل سيركت RYB. بالصورة اللي تحت بنشوف هون دبل سيركت، يمين عندي سيركت ويسار سيركت، وهيك بنميز بين السنجل سيركت والدبل سيركت بالابراج الكهربائية. طبعا ايضا من الفاونديشن المهمة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح واللي بتتركب على ابراج كهربائية لاني بتتحمل تورجن كبير، ايضا هاي لازم المهندس اللي بيشتغل بالتصميم يكون عنده فكرة عنها وياخذ القوى الناتجة عن المراوح اللي بتأثر على البرج، بالاضافة للوزن الذاتي ووزن الرياح والاكسسوري اللي راح تتركب. في عنا كتير مواضيع مهمة للمهندس اللي بنسميه نحن Transmission Line Engineer اللي شغال لموضوع التصميم، واللي بده يحسب اللود أو التري أوف لود. عنا شيء اسمه Rolling Span وWind Span والWeight Span. هل ثلاث تعاريف من الضروري للمهندس يعرف شو هالتعاريف حتى يحسن يحسب الWind Load والWeight ل الكوندكترز بترانسميشن لاين وينقل الحمولات صحيحة إلى البرج، وبالتالي الرياكشن تكون صحيحة. فالرولينج سبان هو عبارة عن الجذر لمجموع مجموع التكعيبي لأطوال بين نهايتين منسمين، أو خلينا نسميها بمعنى أصح بين نهايتين أو انحراف خط. يعني خلينا نقول لك أنجل تور أنجل تور، بيكون التور بيناتهم ستريت. فبالتالي المجموع التكعيبي للمسافات بين الأبراج مقسوم على مجموع أطوال مسافات بيطلع عندي الرولينج سبان. الويند سبان بنلاحظ عندي هون عندي المسافة بين الأبراج L1 L2. الويند سبان هو نصف L1 زائد L2.
بينما الويت سبان يختلف. لاحظ معي الويت سبان هو عبارة عن الـ A1 زائد A2 اللي بيمثل منتصف أو البرج اللي بالمنتصف بعده عن المينيمم ساج على اليمين زائد المينيمم ساج على اليسار. ممكن هالمسافتين أو ما يكونوا متساوتين لكن بيكونوا أكبر ما يمكن، وبناخذ الويت سبان بـ A1 زائد A2 لحساب الوزن للكوندكتر. مثل ما ذكرنا الأبراج الكهربائية عدة أنواع وتصانيف حسب جهد اللي بتتعرض له أو اللي بتحمله أو اللي بتنقله الترانسميشن لاين. وتصنيف الأبراج بيعتمد على قدرة هذا أو قدرة التيار الكهربائي اللي بينقله، أبعاد الكوندكتر والسبان لينكس. كل هالأمور بتحدد لي أنا البرج الكهربائي ونوعيته اللي لازم أختارها بحيث يكون اقتصادي بالمشروع. في عندي مثل ما ذكرنا البلان والبروفايل، عندي أنا البرج أو الخط مثل الأبراج باللون الأحمر، هاي كلياتها عبارة عن سسبنشن تاور، بس انحرف التاور عن المسار بنسمي البرج بنهاية النقطة أو عندها بداية الانحراف، هو عبارة عن الأنجل تاور. إذا هون عندي أنجل تاور وهون عندي أنجل تاور وبيكمل طبعا هون بسبب، لاحظوا معي، بسبب الطريق. البلان والبروفايل من أهم المواضيع التي يجب دراستها بشكل دقيق واللي بتلعب دور كبير أيضا بتحديد ارتفاع البرج. الأبراج مثل ما حكينا بتتصنف إما لا سسبنشن تاور أو أنجل تاور، والأنجل تاور بتعتمد على زاوية الانحراف الخط عن الخط الأساسي للبرج. فممكن نسمي التانجن تاور أو السسبنشن أو مع سسبنشن سترينجز اللي عليها فقط تعليق ما فيها أي شد، من 0 ل 3 لل 69 لل 230 كيلو فولت لخطوط النقل. اما من 0 ل 2 بنلاحظ بخطوط النقل العالي 380 طبعا واعلى، لكن هون عم نذكر امثله، بتطلع الانحراف او زاويه الانحراف لازم من 0 ل 2 درجه، بنسميه سسبنشن تاور او تانجنت تاور. بنطلع للانجل تاور بتطلع الزوايا من 0 ل 10 ل 230 ومن 10 ل 30 ل 239 مع ترانسميشن لاين. بنلاحظ ان عندنا اللايت انجل تاور ويز تنشن سترينج، اذا لايت انجل سمول انجل تاور ويز تنشن سترينج. هالمصطلحات اللي عم تشوفوها هون دائما لازم يكون في تعاون بدايه الامر كمهندس مدني او مهندس انشائي شغال بالتصميم، لازم يكون في تعاون مبدئيا مع مهندس الكهرباء الترانسميشن الكتريكال انجينير لمعرفه هذه المصطلحات ليصير عندنا الخبره، او تراجع كتب الترانسميشن لاين اللي بتحكي عن خطوط الكهرباء. لكن مع مهندس الكهرباء تقريبا يعني بينزل الوقت كثير كثير من وقتك او بخفض وقتك بالبحث والدراسي. هالابراج هي كلياتها الانجل لازم تعرف كل برج انت وكل زاويته عشان تعرف تقريبا اللود اللي ممكن تجي على هذا البرج. بنحكي عن الماتيريال. الماتيريال اللي بنستخدمها بالابراج الكهربائيه هي لجسد التاور هي ASTM A36M وASTM 572 الموديفايد. نوعين من الحديد ممكن نستخدمها للابراج. اما بالنسبه ل الكونكشن او البولت والنط والوشر بنستخدم لـ ASTM 394 و563 و F436. زملائنا المهندس الترانسميشن لاين انجينير او الستراكشرال انجينير اللي عمال يشتغل بالتصميم يجب ان يكون فاهم وواعي للستاندر اللي هو شغال عليه.
لا يمكن أن أذهب لأي ستاندر تاني وأقول أمشي عليه، لا، بترجع لمشروعك اللي أنت شغال عليه، مواصفات الكلاينت اللي عاطيك إياها، وبتشتغل على الستاندر، وإلا ممكن تقع بمشاكل كبيرة. بنيجي لللود، بدنا نحكي عن اللود بشكل عام. في عندي اثنين لود بنسميها، أما ترانسفيرس لود هي الحمولات العرضية اللي مع جهة الرياح، أو اللونجيتيودنال لود هي الرياح مع اللاين أوف ترانسميشن تاور. المهم أنا بس ميوت للصوت معلش عشان ما نسمع أصواتنا عندكم بعد إذنكم، الله يبارك فيكم. في عندي أنا إذا لاحظنا بالخط الأصفر العريض، هذا الاتجاه هو اللونجيتيودنال لود، الاتجاه العمودي عليه هو ترانسفيرس لود. الويند لود اللي بدي اصمم عليها، عندي اثنين ويند لود بصمم عليها، اما بيزك ويند لود او ستاندر ويند لود اللي بحسبها هي 43 كيلوغرام على المتر المربع البريجر بيعطيني، او هاي ويند لود اللي هي 101 كيلوغرام على المتر المربع. طبعا هاي محسوبه، لكن انت في الفاكتور الثاني اللي بتعلق بشكل البرج، بتعلق بارتفاع البرج، بالمنطقة اللي الأبراج الموجودة فيها، هالفاكتر كلياتها بتضيفها أو بتضربها بالويند بريجر وبتطبقها على العناصر المشكلة لخط ترانسميشن لاين كبرج وكندكتور. بالإضافة للويند لود في عنا البروكن واير. نحن البروكن واير ممكن، هي حالة تحميل ثاني ايضا، البروكن واير ممكن ينقطع معك الكيبل الكهربائي. اذا انقطع الكيبل الكهربائي بيعمل خلل بتوازن القوى على البرج، فبالتالي بيشكل توريجن لود على هذا البرج. هاي الحالات ممكن تتم بالتتالي، يعني ممكن ينقطع كيبل اول، كيبل ثاني، كيبل ثالث، ممكن يؤدي لانقطاع سيركت كامل. إذا انقطع سيركت كامل أو جزء من هذا السيركت اللي عندي، القوى على البرج أصبحت غير متوازنة على طرفي الكروس آرم، خلينا نسميه، أو طرفي البرج، فبالتالي التوريجن راح يصير، وهي إحدى الحالات الخطرة اللي علينا ننتبه لها ونصمم البرج عليها. حالة تحميل ثالثة هي الكونستراكشن والمينتنانس لود. الكونستراكشن عملية الريكشن للتاور، لكن العملية الأخطر هي عملية السترينجينج، لأن عملية السترينجينج في عندي أنا اكويبمنت مثل ما أنا شايفين هون تقوم بشد الكيبل بقوة معينة. هذه القوة، قوة الشد الكيبل، تعتمد على الكوندكتر أو الواير قطره، وعلى استطاعة التيار الكهربائي اللي انت شغال عليه. وفي قيمة معينة يجب ان ننتبه لأثناء الشد، وهي بتاخدها من الاكويبمنت المصنع، لكل قطر بيعطيه قيمة قوة الشد. اذا تجاوزت هذه القيمة، القيمة المطبقة على الواير، بتعطيني انا heavy vertical load ممكن تؤدي لانهيار البرج اثناء الكونستراكشن. لذلك ايضا هي احدى حالات التحميل اللي على المهندس الانتباه عليها. ايضا في عنا السيركت بريكر شوت داون. لما بصير عندي انا شوت داون او شورتيج بالتيار الكهربائي، بيؤدي لقوه كبيره، وهذه القوى يجب حسابها وتطبيقها على البرج، لاني ايضا عدم إدخال هذه القوة بيؤدي لمشاكل كبيرة وممكن انهيار البرج. وحديثا يعني قبل يومين فقط أحد الزملاء اتصل فيني أو أرسل لي رسالة إني عنده قاعدة وعنده سيرج أرستر. السيرج أرستر تقريبا هو عبارة عن لاتيس ستيل ستراكتشر بارتفاع مترين ونص، وممكن يكون 5 متر حسب اللود الموجود وحسب الجهد. فقال لي عندي القاعدة لهذا الجهد، أو القاعدة 2.5 متر أو 2.60 متر. فالمهندس الشغال
قال لي يعني القاعدة كبيرة والحمولة اللي حسبت عليها ما بتطلع 500 كيلو جرام. قلنا له وين السيركت أو الشورتيج فورس اللي بتجي عندك أثناء انقطاع أو أثناء خلل أو أثناء منسميه تماس بالتيار الكهربائي بالعربي بيعطيك قوة كبيرة؟ قال لي ما بعرف. لذلك يجب الانتباه لهذا الموضوع ومراجعة مهندس الكهرباء بهذه الحمولات. عند تحديدك الحمولات اللي حكينا، خلينا أعمل بريف للحمولات اللي على الأبراج. حمولات الرياح، في عندي ترانسفيرس لود، وفي عندي لونجتيودنال لود على البرج، وفي عندي الوزن الذاتي، وفي عندي أوزان الكيابل، حمولة الرياح على الكيابل، في عندي أوزان الإنزوليتر، حمولة الرياح على الإنزوليترز، في عندي أنا السيركت بريكر أو الشورتيج بالإلكتريكال شورتيج أو كارنت شورتيج، أو بصير عندي أنا بالمينتيننس أو بالكونستراكشن لود. اللود كلها ياتي اللي عندي موجودة وإلى أوفرلود فاكتر. الأوفرلود فاكتر بهالجدول هذا برجع بقول الستاندر اللي اشتغلنا عليه بتصميم الأبراج الكهربائية لا يمكن لزميل يعتمده ويطبه عنده. ترجع للستاندر اللي عندك اللي تابع للكلاينت اللي مسؤول عن أو المالك لخط الكهرباء أو لوزارة الكهرباء إن كانت وزارة تعمل بهذا الموضوع أو شركة. في عندي التايب أوف لود، ستاندر ويند لود، هاي ويند لود، بروكن واير لودينج، سترينجينج لودينج، والهيفي فيرتيكال لودينج. إذا هاي الكونديشن تبع اللود والسيفتي فاكتور اللي لازم استخدمه بحالة الترانسفيرس لود وبحالة اللونجتيودنال لود وبحالة الأوبليك لود وبحالة الفيرتيكال لود. الأوبليك لود إذا لما بيكون عندي أنا انحراف بالسترينجينج بيعطيني أوبليك لود، وهي الأوفر لود فاكتور اللي بنستخدمها. طبعا هي الترانسفيرس لود، شو الترانسفيرس لود؟ الويند اون كوندكتر، بنرجع بنعيد، ويند اون انزليتر، كومبوننت اوف واير تنشن اند ترانسفيرس دايركشن، ووزن البرج بالفيرتيكال لود، اوزان الكوندكتر، اوزان الانزليتر، وزن البرج، اوزان التولز واللايمن اللي عمال يشتغلوا على الخطوط. واللونجتيودنال لود هي عباره عن حمولات الرياح باتجاه الخط سير البرج، ولا السترينجينج امان ايضا اللي بتؤدي لشد الكيبل وعمليه السترينجينج وتركيب الكيبل. بمثالنا هون راح نشوف التاور كونفيجريشن، وراح نشوف جدول بيعطيني بالرياكشن للتاورز. هالرياكشن هاي بتجي على التاورز بالاربع قواعد، كل اثنين رجل طبعا بتعرض لشد، الرجلتين الاخريتين بتعرضوا لضغط حسب جهة الريح. مثال بس، اذا كان جهة الريح بهذا الاتجاه فبالتالي هذا العنصر يتعرض لشد، او هذه القاعدة لشد وهذه القاعدة لشد، اما القواعد بالطرف الثاني بتتعرض لضغط. بيطلع عندي انا بهالجدول هون نتيجة الضغط والشد باخذ اكبر قوة ضاغطة واكبر قوة شادة واكبر قوة قص بالاتجاهين X و Z. اذا شير باللونجتيودنال وبالترانسفيرس وهني بيشكلوا لي القوى على الفاونديشن. اذا اخذنا هذه القوى اللي بالجدول من برامج التصميم، سواء الاستاد، سواء الاي تاور، سواء الام اس تاور او الجي تي اس سترودل، كل هالبرامج هاي بتعطيني الرياكشن، لاني بفرض انا القواعد هون سيلف سبورت، وبفرض السبورت عبارة عن بن وليست وساقة. علما اني اللاتيس ستيل ستراكتشر هو عبارة عن عناصر شد وضغط، الا ان هناك بعض العناصر بنعطيها نوع زيادة ستيفنس او بنعتبرها
بيم لتتحمل جزء من العزوم في حال نشأت هذه العزوم، وهي العناصر اللي بنعطيها اسم بيم هي العناصر الرئيسية. لاحظوا معي اللي عبر اسمه أنا أبعلم بالأصفر، هي العناصر أنا بعطيها مسمى بالبرنامج اللي شغال عليه. أي نوع من البرامج في هذا الأوبشن أنك تسمي هذا العنصر بيم وليس تنشن أو كومبريشن. لما بتسميه بيم بيفهم البرنامج أن هالعنصر راح يتعرض لعزم، فإذا جاء جزء من العزم بيقاوم وما بيؤدي لانهيار أو حدوث باكلينج بالتور. إذن اللود رياكشن عندي S1N TA2 TA2N TA3N DE DE dead end. TA هو أنجل تور زاويته أكبر من 60 درجة، TA2 زاويته لـ30 والTA1 زاويته تقريبا للـ10، والS1N هو السسبنشن تور أو التانجنت تور وهو أخف نوع من الأبراج. وملاحظ بالحمولات، لاحظوا بالحمولات أكبر شيء هو TA3 اللي بيعطيني حمولات كبيرة جدا. طبعا في بعض الكودات او بعض مواصفات الكلاينت، بعد ما تحسب انت الحمولات على البرج وتحط الاوفرلود فاكتور اللي حكينا عليها بالسلايد اللي قبله، وبيطلع معك هو فاكتور رياكشن. لكن ايضا الفاكتور رياكشن بعض الستاندرات او بعض الكلاينت بفرض عليك تضرب الرياكشن لود بواحد فاصل 5، يعني 1.5. ايضا بتصعد الحمولات وبتصمم الفاونديشن اللي عندك. فكره اخذناها عن اللود على التور وكيفيه او اعتبارات في تصميم التور. بننتقل لموضوعنا اللي هو تصميم الفاونديشن، اللي هو الموضوع الرئيسي والأساسي، لكن كان لازم ناخذ فكرة عن اللود على الأبراج. الفاونديشن راح تكون ضمن التربي. نوع الفاونديشن بتعلق بالتربي. كما نعلم جميعا عندي بشكل رئيسي ثلاث أنواع للتربي، إما الكوهجن سويل أو الكوهجن للسويل أو الروكس. هاي الثلاث أنواع الرئيسية. لو جينا على الكوهجن سويل، المميز الرئيسي إلها هو الكوهجن التماسك، والأدهجن اللي هو التلاصق والكثافة تبعها. طبعا هالبرامترات هاي في برامترات تانية من اختبارات بالليكويد ليميت والبلاستيسيتي ليميت والإندكس بلاستيسيتي بتحدد هالقيم هاي للكوهجين سويل. الكوهجين سويل والأدهجين سويل في كتير من الزملاء ممكن يصير لبس بهذا التعريف كوهجين أدهجين، ايش الفرق بيناتهم؟ بكل بساطة ممكن نحن نقول ان الكوهجين هو عبارة عن التماسك بين الذرات نفسها تبع التربية، اما الأدهجين اللي هو السائي هو عبارة عن البوندينج اللي بيصير بين التربي الكلاي أو الكوهجين سويل مع العنصر الموجود فيها، مع العنصر الإنشائي الموجود فيها أو المطمور فيها أو الفاونديشن المطمور فيها نسميه أدهشن. هاي الكوهجين. الكوهجين ليس بشكل عام هي عبارة عن الرمال، واللي بيميزها زاوية الاحتكاك بين حبات الرمل اللي بتعمل فريكشن، وايضا الدنسيتي للسويل. الروك او الصخور طبعا تحت ثلاث مسميات، الكوهجين والكوهجين ليس والروكس. في تصنيفات لكل نوع من انواع التربي بتعلق بخصائص كل نوع. يعني ممكن الكوهجين ليس يطلع عندك رمل، هالرمل هذا ممكن يكون في عندك ووتر تيبل، في عندك لوس سول، في عندك دنسيتي، في عندك احيانا الكوهجين ليس مع شويه سلت مع شويه كلي.
ففي تحتها تصنيفات وتعريفات ثانيه، لكن نحن عم نقول بشكل رئيسي وكيف بنصمم الفاونديشن فيها، راح يجي بسلايدات القادمه ان شاء الله. الروكس في عندنا اثنين امرين، هو عباره عن كثافه الصخر والانكونفايند كومبرسيف سترينث اوف ذا روك، واللي بيعطيني مؤشر على الروك عاملين رئيسيين ايضا بالاضافه للانكونفايند كومبرسيف سترينث، الار كيو دي والريكفري. الار كيو دي والريكفري، المهندس الشغال بتصميم الحقيقه اللي بده يشتغل بالترانسميشن لاين لازم يكون عنده خبره واسعه بمجال الجيوتكنيك، ولازم يتحول جزء من 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 ثقافته، خلينا نقول الهندسية او علمه، للجيوتكنيك، لانه موضوع خطر جدا جدا اذا بتشتغل دون ما تقرا السويل انفستيجيشن مزبوط وما تعرف شو هالمصطلحات. ما بكفيني انا باخذ الكيو التيميت او الانكونفايند كومبرسيف سترينث او المقاومه للصخر على الكسر مع الدنسيتي واروح اصمم مباشره، ممكن يكون عندي انا بولدر صغير طلع بهال العيني بالسامبل بالبور هول اللي قطره 7.5 سنتي طلعت صخر. لازم تعرف حجم هذا الصخر، تشققات بهذا الصخر، شو الريكفري تبعه، كم نسبة وجود الصخر. الأمور كلها لازم تعرفها، وهي بتجي بدراسة الجيوتكنيك. الهرم اللي شايفينه هو عبارة عن الميكس سويل، كل رأس هرم بيمثل نوع من أنواع التربة، واللي بيمثل 100% من نسب التربة. مثلاً بالرأس السفلي على اليسار بيمثل السلت، وهو بهالمنطقة هي نقول السلتية إذا نسبة السلت 100%. الطرف المقابل على اليسار الساند، واللي بيشكل أيضاً 100% هون ساند. بأعلى الهرم الكلاي، واللي بيشكل 100%. كل ما دخلنا بالنسب، تداخلت النسب، بتغير مسمى التربي ومفهوم التربي. فمثلا لو دخلت بموضوع مثلا بين 80-90% انا سويل بالسلت، وعندي 20% وجدت من التحليل الحبي رمال، اذا اسع انا ضمن السلت. هلا اذا انتقلت لا قلت نسبه السلت، زادت نسبه الرمل، هالتربي هي بنسميها سلتي لوم، او ممكن نقول عنها سلتي ساند. السلتي لوم يعني موجود أنا بعض الرمال بهذا السلت، وبتحدد نسبة هذه الرمال من خلال التحليل الحبي للعينات. الكلاي أيضا إذا نزلنا للمنتصف بنسميه كلاي لوم. كلاي لوم إذا يحتوي على نسبة من السلت ونسبة من الرمل ونسبة من الكلاي. التصنيف الأول، الاسم الأول بيكون غالباً هو الغالب. لما منقول سلتي لوم، بس هذا المصطلح للزملاء حتى يكون مفهوم، لما بقول سلتي لوم إذن التربي سلتية يشوبها بعض الرمال وممكن الكلاي. لما بقول سلتي كلاي لوم معناتها ابتعدت عن الرمل ورحت سلتي كلاي لوم، خلص سلتي كلاي لوم، وممكن جزء بسيط من الرمل يكون فيها. لما بقول لومي ساند معناتها ساند، لكن في بعض الأجزاء من التربة هي عبارة، أو بعض المكونات من التربة عبارة عن سلت أو كلي. هالمعلومات هاي للزملاء. السويل بارامتر ديزاين، بعد ما عرفنا أنواع الترب وتصنيف التربي او مسميات التربي، نجي للسويل بارامتر ديزاين. احيانا بتقارير التربي بيكون في اخطاء، والحقيقه كثير اخطاء اكتشفنا بتقارير التربي نتيجه سهو مهندس جديد، عدم معرفي بالكودات. المهندس المصمم سواء الإنشائي أو حتى الجيوتكنيك، لأن درجات العلم تختلف، كل ما زادت معرفتك بالكودات، معرفتك بالمواصفات اللي أنت شغال عليها،
تزداد خبرة وبتكتشف الأخطاء بسهولة. بالسول ديزاين بارامتر اللي لازم يجي لعندك كل برج في عنا تقرير ومواصفات لنوعية هذه التربية اللي راح يتأسس عليها البرج وقواعد البرج. بهذا التابل عنا منشوف سيريال نمبر للبورهول، رقم البرج ضروري جدا تعرف رقم البرج، لأن هالرقم البرج مع السويل بارامتر لازم تنكتب بجدول الفاونديشن اللي انت راح تصممه وتحط الحديد عليه، طبقات الصخر او طبقات التربي. عندك البور هول 15 متر مثلا عمقه، من ايش بتألف؟ من اي طبقات؟ توصيف هذه الطبقات، الجراوند ووتر ليفل، السويل كونديشن اما دراي او ويت، الاس بي تي نمبر، بتشوف الاس بي تي نمبر، الافكتيف دنسيتي، شو هي الافكتيف دنسيتي؟ طبعا الافكتيف دنسيتي اذا عندك التربي دراي الافكتيف هي الدراي دنسيتي، بينما اذا عندك في ووتر تيبل او ويت سويل لازم تاخذ السبمرج يونت ويت تبع السويل. الفريكشن انجل، لاني هون عندي انا سويل فريكشن انجل، إذا عندي الكوهجن بيعطيني الكوهجن، إذا عندي روك بيعطيني الكيو ألتيميت للروك، هي الانكونفايند كومبرسيف سترينكس، إما التستد اللي بيختبره هو بالمخبر وبيعطيك الثاني القيمة اللي بينصح فيها، والمودولس الاستيسيتي وبيعطيك أيضا الكي اس فاليو اللي راح نشوفها لاترال سول كوهجن أو كوفيشنت كي اس واحد. وهي أيضا المصمم اللي بيشتغل بتصميم الأبراج أو قواعد الأبراج الكهربائية راح يشوف في فاريشن كتير بهذه القيمة. وأيضا تقرير التربي بيعطيك البروبوز تايب أوف فاونديشن، شو الفاونديشن اللي أنت ممكن تصمم عليه، إما بير أو باد أو باد عن تشيميني. فأنت من نوع التربي ومن تقرير التربي والريكومنديشن اللي عندك فيك تختار نوع البايل او نوع الفاونديشن اللي بدك تمشي عليه. من موضوع المهم جدا جدا الاكسبوجر تايب. الاكسبوجر تايب بنلاحظ بهذا الديزاين بارامتر شيء اسمه سيفير 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 سيفير. كمهندس لازم تعرف شو معنى سيفير وشو معنى الاكسبوجر تايب. مجرد ما شفت اكسبوجر تايب يعني التحليل الكيميائي للتربي، وسفير معناتها ان التربي اللي انت راح تنشئ الفاونديشن فيها هي عبارة عن تربي خطرة وتربي خلينا نسميها عدوانية او عدائية للمنشأ اللي انت راح تنشئه فيها او تصممه فيها. اما بتكون سفير بعندك السولفات كونستريشن هاي او الكلورايد كونستريشن هاي. فلذلك انت كمصمم انشائي يجب أن تعرف هذه الحدود وهذه الشروط لكي تنبه المنفذ إلى نوعية الإسمنت والبروتكشن اللي لازم يأخذه للفاونديشن. ننتقل لشو القوة أو القوى التي تقاوم القوى الخارجية. ما هي القوى الداخلية التربي اللي راح تقاوم القوى الخارجية؟ أنا عندي الحقيقة ثلاث أنواع من القوى اللي راح تأثر عندي على البرج، إما أبليفت أو داون لود أو كومبريشن أو لاترال لود. لاترال لود راح نشوفها بعدين. عندنا هون عندي اثنين أبليفت وداون فورس. الأبليفت عندي الفريكشن بيقاومه والادهشن بيقاوموا والبوندينج بيقاوموا. اذا ثلاث انواع من القوى بتامل لي اياها التربي لمقاومه الابليفت فورس. بينما لو انتقلنا عن الكومبريشن فورس، الفريكشن ايضا بيقاوم بالكومبريشن والادهشن بيقاوم والبوندينج اضافه للاند بيرنج للبايل اللي بيقاوم الداونورد فورس او الكومبريشن فورس. اذا التربي بتامل لي بكلا الحالتين مقاومة
القوى الخارجية أو ردود الأفعال بالأبراج، وعن الفريكشن والأدهشن والبوندينج هن مشتركة بين نوعي القوى سواء أبليفت أو كومبريشن، بينما الإند بيرينج تقاوم فقط بالداون وورد. طيب كيف بنحسب نحن السايد فريكشن أو الريزيستنس فورس بالترب؟ مثل ما حكينا عنا فريكشن، عنا أدهشن، عنا بوندينج. راح نشوف على السريع بهذه السلايد، وفي إن شاء الله مثال راح نعرضه بالتفصيل من بداية الكونفيجريشن للتور إلى الأوتبوت اللي بنحصل عليها بالتصميم، الأوتبوت سواء توازن أو سترينجز أوف كونكريت للفاونديشن. طبعا الفريكشن والعلاقات هون ماخذينا نحن من كتاب Foundation Analysis and Design لجوزيف باولز، السكشن 16-9 اللي هو عفوا الشابتر 16 القسم 9 16-9. عملية حساب الفريكشن والأدهشن، في عندي أنا بالفريكشن في ثلاث طرق بجوزيف باولز عرضها، اللي هي ألفا وبيتا ولمدا. نحن هون رح نحكي عن طريقة ألفا بيتا ولمدا، اللي حابب يرجع بيرجع لجوزيف باولز Foundation Analysis and Design، وفي مجموعة كتب أيضا قيمة جدا بنهاية إن شاء الله المحاضرة ذاكركم إياها، أربع كتب ممكن ترجعوا لها من المفيدة جدا جدا جدا. فبنرجع لحساب الفريكشن، إذا عندي أربع أنواع أو أربع طبقات soil layers، بدي أحسب الفريكشن لكل layer من هذه اللايرات أو الأدهشن أو البوندينج. الفريكشن هو عبارة عن البريشر اللي هو جمع بارتفاع طبقة التربة مضروبة بمحيط هذا البايل مضروب باللاترال ايرث كوفيشنت اللي هو KS مضروب بالتاجنت دلتا واحد. دلتا واحد متعلقة بنوع البايل الموجود بالتربة او اللي انت عم بتصممه، يا هل ترى هل هو بريكاست عم بتعمله دريفن، ولا هو عبارة عن اوغر بايل عم بتعمل دريلينج وعم بتصب الخرساني، اللي هو عبارة عن دريفن ستيل اللوود. دائما هي بتتعلق بالتربة ونوع البايل الموجود بالدلتا. اذا كنا اخذنا البريتشر، اذا الفا هي محيط البايل مضروب باللاترال كوفيشنت الهوريزونتال او اللاترال كوفيشنت هيرس مضروب بتاجنت دلتا مضروب بضغط التربة او اللي حاصل عندي انا بكل طبقة من الطبقات، زائد مساحة او عفوا محيط البايل مضروب بالادهشن. اذا في عندي انا التربة ميكس عبارة عن فريكشن اند ادهشن، او فريكشن هي عبارة عن سيلتي ساندي سيلت او كلي ساند، في عندك هالسويل ميكس ايضا بتضيف تأثير الادهشن لمقاومة القوى الخارجية. اذا بالعلاقة اي واحد حسبت الفا اللي هي هون حاطينها بالاعلى محيط بكي اس بتانجنت دلتا مضروبة بالبريجر اللي تكامل من صفر للزيد واحد اللي بنعتبره الطبقة الاولى. لو بدي انتقل لحساب الفريكشن للطبقة الثانية هي الفا اتنين من زيد واحد لال من زيد واحد لال واحد، ال واحد صارت للطبقة الثانية هون فرضناها بالبريجر بالطبقة الثانية بدي زيد زائد ايضا الادهجن، اذا في عندي ادهجن بالطبقة الثانية بضيفهم لبعض. بحساب اي واحد اي اثنين اي ثلاثة اللي بيمثلوا لي الفريكشن والادهجن، او الفريكشن لحاله او الادهجن لحاله، اذا كان عندي فريكشن لحاله او ادهجن لحال احد الترمز او الحدود بده يصير صفر، وبالتالي بنتقل لترمز واحد وبحسب مجموع هالحدود الاربعة بيعطيني السكن فريكشن، وهيك بيكون حسبت الريزيستنس او الابليفت ريزيستنس او الكومبريشن ريزيستنس نتيجة الاحتكاك. ننتقل لموضوع البوندينج، اللي كيف بدي احسب البوندينج انا ايضا.
الصخر مثل ما حكينا في كتير بارامتر بيلعب دور بتحديد نوعية الصخر، وجود الصخر هي الار كيو دي والريكفري وتوصيف التربية او توصيف البور هول اللي بيطلع عندك، هل هو فريكتشر او في هو عبارة عن تشققات كبيرة، هل هو سوليد روك ولا هو عبارة عن جرافل ولا عبارة عن روك مع ساند. ممكن تصادف كل الانواع او كل شيء ممكن يخطر على بالك بالميكس سول ممكن تلاقيه بالصخر، يعني صخر مع طبقات رمل، جرافل، بولدرز، كل شيء ممكن. لذلك لازم تنتبه كثير لحساب البوندينج. حساب البوندينج والعلاقة هي، خلينا نقول لك البوندينج هو عبارة عن 0.5 بألفا ببيتا بالأنكونفايند كومبرسيف. الأنكونفايند كومبرسيف من تقرير التلبي، ألفا وبيتا بتعلقوا بالآر كيو دي. الآر كيو دي عندك من 0 ل 25 أو من 25 ل 50، من 50 ل 75، من 75 ل 100. مع الريكفري بنحسب الألفا والبيتا، وفي علاقة ب تومان لينسن بيعطينا اياها. ال 0.5 طبعا هون بعض المراجع بتقول لك بعد ما تحسب البوندينج بتخفض قيمه البوندينج عفوا ب 50%. بعض المراجع بيقول لك لا، حسبت انت البوندينج بهذه الطريقه بتخفض قيمه البوندينج 30%. هناك مراجع اخرى بيقول لك لحساب البوندينج بين الروك وبين البايل الكونكريت بكفي انك تاخذ 10% من قيمه الان كونفايند كومبرسيف سترينجز. بعض المراجع الاخرى بيقول لك ينصح بانك تروح ل 0.07 اوف يو سي اس لتحصل على السايد ريزيستنس للبوندينج بين الصخر والخرساني. إذا في عندك variation كتير بالعلاقات وبالقيم اللي بتعطيها الكودات. لحسب البوندينج لحساب البوندينج مثل ما بنقول أو بيقول المثل stick with the standard، خليك ملتصق مع الستاندر اللي أنت شغال عليه أو بالأحرى الكلاينت شغال عليه واللي وجهك تشتغل عليه بالعقد. بعد ما حسبنا البوندينج بنضربه بديبس اوف روك بمحيط الباي بيطلع عندي البوندينج اللي بيقاوم سواء بالابليفت او بالكمبريشن. اللي بيلعب دور بنوع الاساس اللي بداخله، انا الاساسات عندي كتير انواع من الاساسات، لكن ما هو نوع الأساس المناسب للتربية؟ مواصفات التربية نفسها بتلعب دور، الحمولات على البرج بتلعب دور، السايت كونديشن بتلعب دور كبير أيضا بنوعية الفاونديشن. ممكن ببعض الأحيان بالسايت كونديشن السول، ليش السول؟ لأن السول بتحددك أما بتروح للبايل للباد أند تشيمني للبايل ويز جروب 2 بار 3 بار. هنشوف انواع الفاونديشن ايضا. اللود كل ما كانت اللود كبيره بدك شيء قاوم. تربي ضعيفه لود كبيره ممكن تروح لبايل مثلا بدبس كبير. بتروح بتلاقي صعوبات بالكونستراكشن بشركه الكونستراكشن بتقول لك والله مثلا بايل بقطر متر ونص صعب كثير كثير انا انفذه ل 20 25 متر مثلا، وبدي اعمل اسحب الكيزنج أطالع الكيزنج أسحبه، لأن إذا ما طالعت الكيزنج عندك إشكالات صارت بتصميم البرج نفسه. بقول لك ما عندي استطاعة أو ما عندي هالماشين اللي أسحب الكيزنج لأني في عندك فريكشن كبير وضغط كبير بصير على الستيل كيزنج أثناء التنفيذ. فبالتالي إذا لودز تاور تايب سويل أند سايد كونديشن كلها بتأثر بنوع الفاونديشن. مثلا هون بالجانتري كانت ايضا هذا من المحاضره السابقه، المسافات بين الرياكشن تقريبا تروح بين المتر ونص للثلاث امتار اربع امتار بالاتجاه الثاني، وعندك لود كبير بالجانتري اجباري هون بتروح ايش وما بتروح لبايل. لان اذا بدك تروح لبايل بغض النظر عن السول، اذا بدك تروح لبايل ما بتحقق الاشتراطات بين البايل،
ممكن تروح ل اذا كان هو تعدى 4 امتار مثلا فممكن تروح ل 2 بايل ب مع بتجمعهم بايل كاب طرفين كومبريشن طرفين مثلا ابليفت. انواع الفاونديشن اللي انت راح تصممها او اللي راح نشتغل عليها اما سنجل بايلز او تو بايلز ويز جاب او جروب اوف بايلز ويز جاب او باد اند تشيمني او تو تشيمني ويز وان باد او فور تشيمني ويز وان باد او نستخدم الروك بايل روك بايل والروك انكر هي عمليه استخدام معناتها مؤشر انت عندك وجود صخر تستخدم البوندينج بمقاومه القوى الخارجيه اللي عندك على التور او الرياكشن الجاي من التور. كل هالانواع من الفاونديشن هاي ممكن نستخدمها لكن مثل ما قلنا نرجع ل نوع التربي. شو التربي عندي؟ ما في عندي روك اذا انا هل النوعين من الفاونديشن خلاص استغنيت عنه. عندي انا في عندي تربي قاسي شوي ممكن اروح للباد اند تشيمني. المسافات صغيره بروح للتشيمني تو تشيمني وز وان باد. التشيمني بنقصد بالتشيمني هي اللي بدستل تبع القاعده وهلا في عنا صور بتبين التشيمني وبتبين الباد ومنتعرف عليهم. بالساند وبالكلي دائما بروح للبايل لاني هو افضل شيء ايكونوميكال عندي لاني بكون التراب ضعيفي. اذا بدي اروح للباد اند تشيمني بعطيني قاعده كبيره في عندي وقت بالتنفيذ وفي عندي هدر بالاموال ما بروح في البايل حل مناسب الي. احد الصور من التنفيذ اذا البايل قطره 2 متر عندك مخروط او انبوب تريمي بينزل لاسفل الباي ستيل كيزنج. لاحظوا عندنا الستيل كيزنج هون عندنا ووتر تيبل. لاحظوا عندي ووتر تيبل الصوره بالووتر تيبل قصدنا وضعها. بينزل الستيل كيزنج او الستيل كيج ضمن الستيل كيزنج بننزله بالكرين. التريمي كون بينزل لاسفل الخرساني وبيضخ كونكريت وبنسحبه شوي شوي. هالووتر تيبل وجود الووتر راح يطلع مع الخرساني بسبب فرق الدنسيتي بين السوي بين عفوا الخرساني وبين الووتر لان الدنسيتي تبع الووتر مثل ما بنعرف ضعفين الدنسيتي ضعفين ونص تقريبا الدنسيتي تبع المي. فبالتالي راح اضل انا اشتغل بضخ الخرساني حتى اعمل فلاش للووتر اوتسايد كومبليتلي والكونكريت. ممكن انا اعمل فتحه هون فبالتالي الووتر بيطلع لبرا ومنسوب الخرساني لهون وبسحب بعدين موضوع الكيزنج وبكون انتهيت من البايل. لازم انتبه لاني بوجود التور انا عندي بايل راح ارسم على اليسار بايل معليش للرسم ما تاخذونا. في عندي انا الستوب عفوا عندي الستوب عفوا معليش عندي الستوب هون عندي الستوب راح تكون مائلي بهذا الشكل. انا صبيت لهذا المنسوب وعملت فلاش لا عملت فلاش للووتر وصار الخرساني لكن الستوب ماني مركبه. في عندي انا بسميه فيرست ستيج اللي هي هذا الجزء وعندي السكند ستيج اللي هي هالجزء الثاني اللي لازم ينصب بعدين لكن باعتبار صبيت انا بعد ما ارفع الكيزنج ثاني نهار بكسر هالجزء من الخرساني وبضل الحديد عندي بعدين بركب الستب وبرجع بصب هذا الجزء بوقت اخر. طبعا هون بعمل اكسبوزد لاني لازم اركب الشترينج وارجع اصب الخرساني.
النوع الثاني من الفاونديشن عبارة عن إذا كان عندي مونوبول. المونوبول بيعطيني لاترال لود كبير، وراح نشوف أيضا بسلايدات كيف بنحسب اللاترال لود. بيعطي لاترال لود كبير. المهندس لازم يكون طويل بال مثل ما بيقول بحال المشاكل أو بحال الفشل لأي عنصر، أو إذا سمع أن تصميم ما فشل. في أحد التصاميم كان فيه تقريبا انزياح للتربية، لاحظوا معي بهالمنطقة باللون الأصفر، شدة القوى اللي على البرج أو على المونوبول أدت لي ديفليكشن ودوران بالقاعدة، علما أن هالقاعدة عمقها 12 متر ل 3 4 أمتار، قطرة 3 متر وتحت قطرة مترين، بتشيل لود كبير، لكن قاعدة وحيدة صار فيها شيء، بالرغم أني بنفس المنطقة تقريبا 9 قواعد بنفس التصميم تم، أو الميثودولوجي أوف ديزاين تم عملها. طبعا لازم المهندس المصمم يكون ريلاكس ويطلع يكشف ويفكر شو الأسباب اللي كانت. السبب اللي كان الحقيقة يعني كان سوء تنفيذ أو بعض الإجراءات تم أخذها من قبل المنفذ. النوع الثاني بعد البايل البادن تشيميني، مثل ما شفنا هون بالصورة، هي اللي بنسميها التشيميني. إذن طلعنا من البايل للمونوبول فاونديشن للبادن تشيميني. البادن تشيميني عندي هي التشيميني وهي الباد، الباد قاعدي والتشيميني المدخني باللغة العربية. أيضا النوع الثاني من الفاونديشن هي صبة، شوفوا القاعدة كيف انصبت، والسويل كمان ممكن احيانا في بعض القواعد طلعت 9 امتار ب 9 امتار بسماكه 1 متر بسبب الهيوج لود، وما كان في مجال تعمل بايل، فاضطريت لتحط تقريبا بحدود 100 متر مكعب لقاعده وحده فقط بخرساني. الصوره التاليه الحقيقه مهندس لازم بالكومنت يحط ملاحظات، ينبه دائما سواء استشاري سواء المشرف على العمل سواء المنفذ لطبيعة التربية، لأني مهم جدا جدا جدا. لاحظوا معي هون في بعض الرمال، لكن المنطقة محفورة صخرية وممكن سوليد روك. بأحد التقارير أجا هون المنطقة عبارة عن ساند، ما بعرف كيف أجا التقرير، لكن لذلك أنا بس الملاحظات لزملائي ينتبهوا عليها. لاحظوا هون أيضا بالمثال الثاني عبارة عن كولابس سويل، لكن هون سسبنشن تاور حمولاته صغيرة، لذلك كانت قواعده بهذا الشكل. إذا هاي صورة للتشيميني وهي الباد السفلى. إذا هاي الباد وهاي التشيميني كمصطلحات، وهاي الكون. لما بحسب انا الابليفت فورس، نحن ذكرنا الابليفت فورس للتاور، بنحكي هون الابليفت فورس ريزيستنس. اذا كان عندي انا هالقاعده هاي، اذا عندي هالقاعده فبالتالي بعض الكتب بتقول لك بتاخذ الكون ويت من أسفل القاعدة، بعض المراجع بتقول لك لا لازم تاخذ الكون تبع السويل من أعلى القاعدة. طيب طبعا بتفرق كثير كثير إذا أخذتها من أعلى أو أسفل، لأن هالمنطقة هاي بيكون خسرتها أنت بمقاومة الابليفت لود طبعا على الطرفين.
شو بعمل بهالحالة أنا مشان أستفيد من هاللود وأحقق هالكود أو الكودين أو الكود اللي بيقول لك من أعلى نقطة. موضوع كتير بسيط، بعمل أنا شغلة صغيرة، برسم أو عفوا بنفذ قاعدة بشكل مائل، عند بشكل أنا أو عفوا برسم أنا قاعدتي أو بصممها بشكل مائل سماكة مختلفة. إذن هون برجع أنا بطلع من هون، وهيك بيكون قدر الإمكان دخلنا اللود وزن التربية بمقاومة الأبليفت لود. ملاحظة كتير مهمة لما بحسب أنا، واللي هي بتختلف بين البايل وبين الباد أند تشيمني. بالنسبة للبايل لما بيكون عندي أنا ووتر تيبل، باعتبار أنه فريكشن الدنسيتي بتخف، يعني إذا كانت مثلا عندي 19 ناقص وزن التربية اللي هي 10 كيلو عفوا المي، يعني بعتبر أنا 9 كيلو نيوتن ضغط التربية أو الدنسيتي تبع التربية. بينما هون بالتربية بالأبليفت بأخذ نفسها لأني عندي وزن الوتر ووزن التربية كله عم يأثر. فهذا الفرق بين أني هون بأخذ أنا الإفكتيف يونت ويت للتربية والمي، أي ما هون بأخذ سبميرج يونت ويت بالنسبة للباي. طبعا هذا مخطط ايضا لباد اند تشيمني، كل التفاصيل لازم تتذكر. وايضا لاحظوا معنا انا حطيت المخطط لسبب ان الكونديشن تبع السايد كونديشن ممكن تجبرك تشتغل نوعين من الفاونديشن. يعني تصوروا بهذا المشروع صممنا 2 ليج عباره عن باي، 2 ليج الثاني عباره عن باد اند تشيمني. السبب ممكن الزملاء يسألوا شو السبب. طبعا السبب اني كنا بهالمنطقة هون تقريبا شي 7-8 متر بنحسن ننفذ البايل، لان البوم تبع الكرين او الدريل ماشين في عندك سبيس له وممكن ننفذ البايل، بينما هون لا يمكن لاني عندي خط كهرباء قريب مننا، فبالتالي ما حسن ننفذ بايل، فبالتالي رحنا لنفذنا باد اند تشيمني. لذلك السايد كونديشن تلعب دور كبير بنوع الفاونديشن اللي راح تصممها. النوع ايضا اللي حكينا عليه الروك انكر. الروك انكر بنلاحظ عباره عن قطر 10 سنتي عاملين دريل ضمن الروك، وحسبنا البوندينج ودخلناه بمقاومه الابليفت، وهي حقيقه من اروع انواع الفاونديشن اللي بيحبها المقاول، لاني بتعمل وفر كتير 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 عليه. لازم انتبه ان الدبس تبع الانكر او الروك انكر في اشتراطات بتقلك، ولو نحن اذا حسبنا عفوا اذا حسبنا البوندينج وكان على سبيل المثال 1 متر بكفي، بيقلك لازم ما يقل مثلا عن 2 أو 3. ايش السبب؟ السبب الكون بلك فيلر ممكن يصير معك وليس بندنج. ممكن يصير معك مثل الفاونديشن هاي تطلع المنطقة كلها، فاذا انت نزلت هون فهذا احد حالات الانهيار، فبالتالي انت ممكن يفشل معك اذا ما حسبت او ما تحققت من البلك خلينا نقلك فيلر او انهيار هالكتلة كلها اللي ممكن تصير معنا احدى حالات الانهيار بالتصميم. فاونديشن بننتقل للحساب اللاترال لود او الريزيستنس اذا عندي البايل، وهي طبعا هون ماخذينها من كتاب براجا داس. لما بيكون عندي قوه افقيه مع عزم كبير، وهذا مثل ما شفنا بالمونوبول والانزياح اللي صار عندي، في عندي
بسبب الريجيديتي تبع الباي اللي بيكون تقريبا متر ونص او احيانا مترين راح يفتل او يبرم او يدور بزاوية حول سنتر روتيشن. السنتر روتيشن هو اساس انه بحساب طول عمق البايل ومقاومته للاترال لود، وراح نشوف بمثال عليه. اثناء الضغط الجانبي او دفع الرياح مع العزم من المونوبول راح يؤدي لضغط التربي من هالمنطقه بتعاكس، والدوران بيؤدي ايضا لضغط عكسي للتربي. هالضغط للتربي من الطرفين بيسبب لي مزدوجة عزم لازم تقاوم العزوم الخارجية. صرنا ساعة وربع، أنا بعتذر يمكن طولنا. إذن لما أتأخر عليكم كنا حاسبين على الساعة. إذن ضغط التربي من الاتجاهين بشكل لي مزدوجة عزم بتقاوم العزوم الخارجية. إذا رجعنا لبراجة داس بنلاقي تفاصيل زيادة ورح نشرح كيف يتم. في عندك طرق أيضا ببرومز لحساب مقاومة البايل واحتكاك البايل. أيضا بدنا ننتقل على السريع لحساب اللاترال لود. إذا كان عندي أنا قوي H مع عزم horizontal force مثل ما شفنا السنتر روتيشن، في عندي ضغط من الطرفين يمين ويسار بشكلوا لي مزدوجة عزم. كيف بدي أحسب أنا السنتر روتيشن؟ السنتر روتيشن بحسبه من تساوي الضغط على اليمين وعلى اليسار. الضغط من زد آر وضغط من زد آر لإل لازم يتساووا. إذا تساووا بقول معناته أنا عندي هون السنتر روتيشن. إذا حددت السنتر روتيشن بحسب العزم اللي بدي يقاوم لي العزم الخارجي. العزم عن السنتر روتيشن أو المزدوجة العزم لازم تطلع أكبر من العزم الخارجي زائد قوة H مضروبة بالذراع زد R. عند يطلع العزم أو مزدوجة العزم أكبر من العزم الخارجي بقول البايل سيف وما راح يدور معي، والسنتر روتيشن حددته. بحسب بعدين العزم الأعظم وبصمم السترينكس كونكريت بايل. الHU القوة هي عبارة عن ضغط التربي تكاملة ناقص ضغط التربي مثل ما حكينا من L على من زد R. إذا ساوي الصفر معناته أنا عندي هون السنتر روتيشن مثل ما شرحنا. ننتقل لموضوع السريع اللي هو الستلمنت. في عندي نوع الستلمنت، لازم الكودات بتقول لك الستلمنت أندر الوركينج لود إذا كان البايل أصغر من 60 سنتي 10 ملي، وأيضا إذا كان أكبر من 60 10 ملي. لكن بملاحظه بيقول لك الماكسيمم شاف ريزيستنس لينتقل او السيتلمنت يبلش ب 10 ملي، لكن البيز ريزيستنس لتشتغل مزبوط بتتطلب انتقال مقداره 150 ملي. طبعا هذا من كتاب توملينسون سكشن 4.6 اللي بده يرجع له ذاكرينه هون مشان يقرا عنه زياده، لان هالسكشن هذا بحكي عن السيتلمنت بشكل كبير. لكن بحب نوه يعني يمكن عملنا أكثر من 30 اختبار بالأبليفت، وعملنا عدد أيضا كبير يمكن بحدود 15-20 اختبار بالكومبريشن. الحقيقة وصلنا لأعلى من الحمول الوركينج لود ب 1.5، لكن ستيل الديفليكشن أو السيتلمنت ما تجاوز أو حتى ما وصل لمنتصف قيمة السيتلمنت المسموح. ايضا توملينسون ببعض العلاقات بدي اسرع شوي بيحسب عن كيف بنحسب نحن السيتلمنت وايش العلاقات والشيفت السيفتي فاكتور اللي بستخدمها، وبيحدد ايضا اذا كان ماخذ انت سيفتي فاكتور 2 بيعطيك سيتلمنت معين، ماخذ سيفتي فاكتور 3 بيعطيك كاوفرول عمال نحكي بيعطيك سيتلمنت. بترجعوا له بالسكشن معلش. وهي علاقه حساب اللوبل فريكشن هي كي اس زائد كي بي على 2 هي الفريكشن زائد الاند بيرنج على 2 بيعطينا اللوبل تحمل اللوبل، او احيانا بناخذ 1.5 او 3.5 كفريكشن وكاند بيرنج، او احيانا بناخذ 1 و3.5. لذلك في فاريشن كثير عندي بالعلاقات، لازم ترجع للستاندر اللي عندك وتشتغل عليه.
هون علاقة لحساب الستلمنت أيضا كله بتوم لينسن موجود الريفرنس بالأخير راح أعطيكم إياه لأني في عندي مثالين راح أشرح هون وراح نحكي عن الاختبارات. اسمحوا لي معلش راح أسرح شيء بسيط. طبعا هي العلاقات وتعريفها بالهبوط. أيضا هذا حساب علاقة تانية على حساب الستلمنت للبايل. الاختبارات للبايل اختبارات في عنا كومبريشن وفي عنا لاترال لود وفي عنا الابليفت لود. لاحظوا انا عندي بهالمثال هذا عبارة عن باد اند شيمني وفي عندي ابليفت كبير بطبق على البان ولازم عفوا على الباد اند شيمني. ولاحظوا شكل اللود تم مع شكل الشيمني كانت بشكل مائل فتم عملية السيت اب اللي عملناه مع الشيمني اللي صارت لنختبرها بهذا الشكل كانت مائلي. وهي بنلاحظ هون عندي ستب مائلي. هالستب هاي لازم المصمم المنشأ ينتبه يصمم الستب لاني اللود الكبير اللي بيطبق عليها بيختلف عن مرة ونص تقريبا اللود الموجود على التور. لذلك الستب تبع التور ما هي نفس الستب عفوا بالتصميم للتيست فاونديشن. بالتيست فاونديشن تطبيق القوي بواسطة بريجر كيج منطبق الضغط في عندي قراءات للضغط في عندي ثلاثة دايل كيج عم حاطن على البايل مستمدين على بيم بعيدين عن أي تأثير لأي قوى خارجية ممكن تؤدي لهبوط أو تغيير القراءات. لازم أنتبه لثلاث قراءات واحد اثنين وواحد بالخلف باخدن وبوجد الوسطي منهم وبمشي ب الاختبارات. طبعا لازم اعمل ملاحظات انا اثناء الاختبار اشوف هل في تاثير على الخرساني. صار في عندنا كراك ما في عندنا كراك في انزياح بالتربي ما في انزياح بالتربي. هالامور كلياتها لازم انتبه عليها. هون عندنا البايل الابليفت بايل لاحظوا هون ستريت لان البايل بشكل مستقيم اما الشيمني كانت مائلي كانت تم تطبيق اللود بنفس الباس لود تبع البادن شيمني. وهون عندي ايضا منطبق الابليفت لود بواسط اثنين بوستون او مع بريجر منطبقه مع قارئ البريجر لنقيس اللود اللي مطلوبي مع ثلاثة ديل كيد موجودين على جسور معدنية بعيدة عن اي تأثير للقوى الخارجية او الانسان او اي حد يصدم فيهم او اي تأثير عليهم مشان القراءات تكون صحيحة. لازم انتبه لشغلي أثناء عملية الاختبار وهي من الملاحظات المهمة اللي لازم ننتبه عليها. أني أنا عندي أي البايل وعندي أنا هون رياكشن حاطين البوستون وعندي رياكشن هون وعندي رياكشن هون. لاحظوا معي أني هاي كتلة كونكريت بتستند عليها أيضا هاي كتلة كونكريت كونكريت هون وكونكريت. هذا في عندك رياكشن والبيم الموجود أكثر بيم تقريبا 12 متر. إذا مشينا بقطر متر ونص وعندك بعيد 4 متر و4 متر يعني صار عندك 11 متر 4 متر من البايل في عندك شيء تأثير الرياكشن على البايل لازم أنتبه عليه عند بدي أدرس أو أختبر البايل. كيف تأثير البايل؟ هي عندي البايل عفوا خلينا هي عندي البايل وعندي هون الرياكشن. هالرياكشن هذا تأثيره بهذا الشكل رح يجي ضغط. إذا كان عندك 4 متر هون و4 متر من الطرف الثاني إذا عندك تأثير على البايل إذا هالمنطقة هاي في رح تؤدي لي لبريشر الزيادة. هالبريشر الزيادة بزيد من مقاومة البايل للاحتكاك للأبليفت. اذا لازم احسب انا النسبه هاي ايش قد بتاثر على البايل واضيفها للتيست لود. اذا عندي انا مثلا التيست لود 100 كيلو 100 طن مثلا بدي احسب تاثير هالرياكشن اللي عندي كم عطاني 20 طن بقول الفيلر عندي انا 120 طن. اذا لازم انتبه لهذا الموضوع. موضوع ثاني اثناء التصميم والمواصفات بيقول لك اجنور 1 متر فروم ذا سويل اتجاه المتر من تصميمك للبايل من التربي.
لما بتتجاهل متر بتروح للتصميم على التست فاونديشن، ايضا لازم تحفر هذا المتر حول الباي ايضا وبعيد حتى يلتغي تاثيره عن او على الباي. الملاحظات مهمه كثير لاي زميل بده يعمل اختبارات. طبعا هاي القراءة النتائج بيكون الاستشاري، وهي صور من الموقع وبعض الصور للاحتفالات بالنجاح قديمة. هاي يعني اللاترال لود لاحظوا عندي ايضا نفس المبدأ، تطبيقه والضغط بقيمة القوة اللي بدك اياها. في عندي دايل كيج موجود لقياس القراءات، بشوف حول الدايل كيج ليعطيني القراءة الديفليكشن اللي بده يصير اللاترال. في عندي انا هون ايضا الرياكشن بايل، لاحظوا عند الرياكشن بايل اللي بده يثبت الضغط ومشان نحقق الضغط المطلوب على البايل، وهذا الرياكشن بايل طبعا بعدين يتم تكسيره لجزء كبير وتركه بالتربية حسب وين انت منفذ البايل. اذا لاترال لود بقرا القراءات وبشوف الديفليكشن المسموح. باللاترال لود الديفليكشن المسموح عندي 9 ملي. اذا لاحظوا اثار الديفليكشن الهوريزونتال تيست لود او اللاترال تيست لود، كيف بتصير التربه معنا وكيف تبتعد التربه ودليل الانتقالات اللي عندنا صارت. طبعا بنحسب احنا 3 دايل كيج، بتحسب الهبوطات او الانتقالات فيهم وبتاخذ الوسطي، وكل 5 دقائق بتاخذ القراءه وبتقيس الهبوطات او الابليفت ديفليكشن وبتقارنه مع المسموع. وهذا بعض الاشكال اللي بيعطيك كيفيه الانتقال مع اللود، وعند بنعمل ريليز للود كيف بترجع التربي، بتدل اني في عندي التربي تقريبا بتكون فيها جزء من البروني. الكومبريشن تيست طبعا من صعوبته تامين هالاوزان الكبيره على الجيردر وعلى الباي لا تختبره. ايضا منطبق هالأوزان، في عندك كيج بقيس الأوزان، بتطبق ضغط بالأعلى بتشوف القراءة بيعطيك هالوزن هاد اللي نازل اللي جاي من الجسور، منقول له البستون اللي رح ينقل الضغط على البايل اللي عندك بالتربي. هاي 2 بستون، هذا كان أحد المشاريع عندنا تقريبا الحمول شي 600 طن. وفي عندنا 3 دايل كيج بتقرأ الهبوط اللي بده يصير. من الاختبارات الجديدة راح أذكرها فقط ذكر على السريع، في عندي سترين كيج تيست، هذا أحد أحدث أنواع الاختبارات اللي بتتم بالباي واللي بتدرس الانفعال اللي بصير عندك بالباي ونتيجة الانفعالات ممكن تعرف أنت سير اللود اللي ماشي عندك بالباي نتيجة الفريكشن وتأثير الفريكشن أو البوندينج على الباي. أيضا هون عندي كيف بتتم الحمولات او بتصير من الاعلى وانت نازل، كلها هي عباره عن سترين كيج. اخذت القراءات ما راح احكي زياده لان في عنا ان شاء الله لقاء خاص عن الاختبارات التي تتم على البايل، موعودين فيها من احد زملائنا الدكاتره بيقدم لنا اياها. وايضا الاوسيل تيست اللي ذكرت بمحاضره الدكتور محمد الحسين، ايضا للعلم فقط واحد الاختبارات اللي بتتم، ايضا لن اتحدث عنها، سادعها لزميلنا الدكتور. بنلاحظ هون بهالصوره الانهيار اللي بصير عندنا، لاحظوا بهالبرج اللي انهار كيف الاجرين انهارت. شوفوا عندي 2 لك فيها كومبريشن ما انهارت، لكن هون اللي صار فيها تنشن ادى لانهيار الفاونديشن ايضا مع التور. بدي اعمل شير لمثال، انا بعتقد ان شاء الله ما اتجاوز الساعه ونص معي، تضل 3 دقائق. راح اعمل شير لمثال هذا مثال لتصميم بايل مستخدمين فيه الروك والبوندينج مع الفريكشن. بنلاحظ اول شيء بنكتب التوصيف الميثودولوجي اوف ديزاين، مننزل بعدين بالconfiguration of the tower الأبعاد، منحسب الدايمتر المطلوب نتيجة السلوب تبع الستب وش قد الدايمتر الموجود عندي. مثلا الدايمتر عندي
طلع عندي 1.3. طبعا كل الديامتر هو بتتعلق بالحديد، قطر حبه الخرساني، الستاب، الانجل الموجوده على الستاب، الكليت، كل هالبارامتر هي بتلعب دور بتحديد الديامتر اوف بايل. في عندي انا الديفينشنز بدي احط تعريف للشيء اللي نازل عندي وبستخدمه، بحط الداتا الموجوده عندي، بحط اللود اللي موجوده عندي، شوف الرياكشن هاي ماخدينها الرياكشن، بعدين بحط الرياكشن هون عباره عن انكلايند لود بدي احولها لفيرتيكال لود، الفيرتيكال لود بضربها بالسيفتي فاكتور اذا صار عندي انا الفاكتور لود، واللي هي اللي بدي اقارنه مع اللود اللي راح تجي عندي، بحط مواصفات الخرساني ومواصفات كاجهاد وخرساني وحديد ومودلس اوف الاستيسيتي مع الكونكريت. عندي جدولت سويل انفستيكيشن، بحط اللاير، بحط شو مواصفات اللاير من فريكشن، من دنسيتي، من كوهجن، من ادهجن، من انكونفايد كومبرسيف سترينكس، ايش عندي بالتربي انا، بحط البارامترات، بحط طبقات التربي، بنستخدم طريقه هانسن برانش. نحن هانسن برانش اللي بتقول البريجر بكي زائد سي بكي سي، والكي سي والكي كي الى عده بارامترات بتم حسابها مثل ما احنا شايفين. بعد ما احسبهم بحسب البريجر بطلع كم دي زد 1 بي كيو كا بزد زائد سي 1 بكا زد، كل علاقات تم برمجتها، وبنحسب البريجر. بعد ما حسبت البريشر لكل طبقه من الطبقات بنفس الطريقه بعمل ملخص للبريشر اللي عندي. بعد ما اخلص من البريشر بحسب الاند بيرنج من العلاقات اللي هي Q ultimate 1.3 C2 NC زائد كيوب NQ زائد 0.3 جاما S DBN. هالبارامترات هون كلياتها بالبداية محسوبة حسب التربية اللي عندك. حسبت البيرين كاباسيتي، بحسب الستلمنت بالعلاقة تقريبية، بحسب الـ Q ultimate اللي بتعطيني مثلا أكبر ستلمنت، بعدين بشوف الـ KS الـ coefficient of friction resistance بـ بجوزيف بولز بيقول لي ممكن تاخده هو متوسط الكي زيرو الكي اي والكي بي. هي الكي زيرو هي ضغط التربي او العامل بحاله الراحه، والهون لاترال عامل رانكين خليه الدفع العكسي، والكي بي الكي بالراحه وكي بي بي هو عامل رانكين. متوسط ثلاث حدود باخذ الكيس لحساب قوه الاحتكاك. ببعض الكودات ممكن تروح لواحد، وفي بعض الكودات بتقول لك 1.75 ممكن تاخذه، لكن بحالتنا لا يتجاوز الواحد. الفريكشن باعتبار انت عندك الدلتا، حسبنا الدلتا باعتبار انت عندك رف كونكريت، الرف كونكريت مع السويل ممكن تاخذ دلتا تساوي زاويه الاحتكاك وتطبق العلاقه. نفس العلاقات اللي كنا حاطينهم بالسلايدات، حسبنا الالفا، حسبنا التكامل. بعد ما حسبنا التكامل الفريكشن بكل لاير ونجمع بالاخير. طبعا هون حاله الكومبريشن بنضيف الفريكشن مع الكومبريشن تطلع عندي القوه المقاومه مع البوندينج. هون داخل معي البوندينج ايضا تبع الخرساني تبع الروك عفوا، بارول الاحتكاك ايضا بدخل جزء الفريكشن، بس ما بدخل جزء للروك مع جزء الفريكشن، بيكون الروك لحال والفريكشن لحال ومجموع مع بعض بيعطيني طول البايل. بعد ما حسبنا الفريكشن والريزيستنس لود وحققناها بنحسب العزم الاعظم المطبق من خلال علاقه القوه الخارجيه ناقص رد فعل التربي لازم تكون صفر. نقطه الشير صفر بتعطيني عزم اعظمي، لما بهالنقطه هاي معناتها بحسب قيمه العزم، وهي العزم الاعظمي اللي لازم اصمم عليه البايل. عملية تصميم البايل أيضا هون عنا في عاملين بروجرامينج أو مبرمجين بالإكسل ماسكات كل الداتا المطلوبة لنحصل على السترينجز ونحقق بالأخير العلاقة لحساب أو الانتراكشن دياجرام اللي لازم تطلع أكثر من واحد من البي الالتيميت على البي المسموحة والماكسيمم الالتيميت على المسموحة وتطلع أصغر من واحد. إذا تحقق معي أصغر من واحد معناتها الفرضيات اللي حاطها للحديد للسكشن 12 بي
adequate to resist the external load. وبعدين بعمل تفصيل للبايل والداتا وبالأخير مننزل جدول بيعطيني هالجدول اللود اللي عندي البارامتر الجيومتري اوف بايل الماتيريال بروبرتيز والستيل عدد القضبان قطر القضبان طول قضبان الحديد من هالتيبل الأخير بنتقل وبعمل الرسم اللي عندي وهيك بيكون تقريبا خلصنا المحاضرة اليوم ولو كان على عجالي لأني ما رد ناخذ الوقت كله وراح نحط حاليا الصور واضحة السلايد عندك أنس؟ واضحة السلايد إيه رجعنا للسلايدات مو هيك؟ نعم تمام هي الأربعة كتب File Design and Construction Practice لتوم لينسون Foundation Analysis and Design 5th Edition أو 7th Edition صار ل Joseph Bowles Foundation Analysis and Design Bowles and Davis كمان من أروع الكتب والبرنسيبال فاونديشن انجينيرينج للبراجا داس أربع كتب بالسويل إذا بتتابع الأربع كتب ما بينقصك شيء وما تأخذونا أطلنا عليكم وإذا في أي سؤال نحن جاهزين صرنا ساعة ونص الله يبارك فيك سيدي ويعطيك العافية بارك عمرك سيدي وأنا حبلش أسئلة من عندي أنا بعدين باخذ أسئلة الزملاء بضبط الإضاءة على أساس هيك كويس ضبطت الإضاءة طيب سيدي السؤال المهم والأهم شفت إنه في اختلاف كتير حسب المرجع اللي بتستخدمه بالديزاين تمام وأنت ذكرت إنه المهندس المصمم بده يلتزم بمرجع واحد يشتغل عليه طيب المشاريع الكبيرة مثل هي هل يذكر في التندر باكيج اللي بتنحط اسم المرجع بشكل محدد لما بخلوها للمهندس المصمم؟ شوف اللي اشتغلنا عليه وين في عندك بارامتر كريتيكال بيحدد لك اياه وبيحدد الكود اللي لازم تشتغل عليه او الريفرنس اللي لازم ترجع له وصارت باحد 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 المشاريع خلاف كبير عليه لان كان مشروع تحت 2 كلاينت تصور نعم وستاندر كلاينت بيختلف عن 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 خليني اقول لك مشغل عن مالك هذا الستاندر وهذا الستاندر فنحن صممنا على ستاندر المشغل راجعنا ستاندر المالك الخلاف اللي صار بيناتنا جماعه الكونستراكشن من جماعه المالك حكموا اني لا طالما الستاندر عنا بيحكي على ستاندر المشغل لازم يراجعوا على ستاندر المشغل وما يراجعوا على ستاندر هني اذا بعقدك انت شو مكتوب تشتغل اما المشكله وين اذا مو مذكور اذا مو مذكور خرب بيت لاني ممكن تنزل انت الكباسيتي ببعض المراجع وبعض الابحاث اللي صارت الكي اس ينزله لصفر 3 او صفر 5 تصور يعني 0.305 معناته اذا بايل عندك 10 متر راح ل 18 متر او 20 متر مثلا نعم طب هلا حسب خبرتك اذا لم يذكر اسم المرجع هل عاده المقاول بينام على الموضوع بقول لك بنوفر بعدين لما بيرفع ار اف اي بقول لك شو لازم المرجع نستخدمه المالك او عفوا المقاول ما بناخذ ريسك بهذا الموضوع ابدا بستفيد من الكتب صح بس بمسك المرجع اللي عاطيني اياه ولا اتنازل عنه لكن اذا ما في مرجع بوقف بقول له ايش بدك اشتغل لك لو كان فيه وصارت معنا ذكرت باحد الامثله فعلا يعني انتقلنا من برج بكلفنا تقريبا بحدود 280 ألف ريال لا برج قاعدته كلفتنا بحدود 1,250,000 ريال
ابدا ما في مزح فيها ابدا. تغيرت مثلا، تغيرت مواصفات، حتى لو تغيرت مواصفات التربية عندك بتنفذ، بتقول التصميم موافق عليه، ما سبق وعملناها، لاني بالاخير مسؤوليه قبل ما تكون ربح وخساره. لكن اذا كان في عندي انا مرجع، I will stick with the reference. بدل ما بقوله طيب، مشاريع ابراج مثل هي هل بتكون design and build؟ يعني المقاول هو، نعم نعم، ما في شيء تصميم استشاري مثلا، ABC project. طيب هلا في اكثر من سؤال من مهندس عبد القادر زيتوني. عبد القادر ما هو سبب البلاوي كلها. من اخواننا في الجزائر. الجزائر استاذ عبد القادر. مهندس عبد القادر، الافضل انك انت تفتح المايك وتسال بشكل مباشر لو سمحت. مهندس عبد القادر، نجرب نعمل ان ميوت. اعمل له ان ميوت. حاول، لازم يقبل. طيب اذا لازم ما فتح معه المايك راح احكي الاسئله تبعه بعدين. تفضل. السؤال الاول، شو فائدة الرولينج سبان انك انت اعطيتنا المعادله فقط؟ انت بدك تحسب الرولينج سبان مشان تحسب الاوزان، الرولينج سبان والويت سبان مشان تحسب الساق اللي عندك، كل هالامور بتلعب دور بحساب الحمولات. السؤال الثاني، طبعا هو كان بيسأل لما انت بلشت تشرح الفات شيمني، كان عم يطلب معلومات اكثر عن التصميم، واتوقع انك انت اعطيت معلومات اكثر. تمام. اذا في شيء زياده كمان حابب مهندس عبد القادر ممكن تعطيه مرجع او معلومات اكثر عن تصميم الفات شيمني، لانه شوف هي المراجع الاربعه مشروع التخرج تبعه على الموضوع هذا. ابدا، هالمراجع الاربعه بتحكي له عن كل شيء بده اياه بال باتن شيمني ايضا. اذا بده بشكل اوسع من هالمراجع هاي يرجع لمرجع اسمه اي تريبل اي 691. تمام. اي تريبل اي 691 هذا بيحكي بالتفصيل عن اليه وطرق الحساب. في مرجع اسمه سيجري او سيجري بالفرنسي، في بالابراج، في طبعا هو قال بينصح فيه مهندس عبد القادر. موجود سيجري، بيشتغلوا عليه بالكهرباء. نعم سيدي. طبعا مهندس عبد القادر قال مايك الحاسوب خربان، فخلاص يعني انا اتوقع سألت كل الاسئله عنه، فاذا في شيء زياده ممكن يحطوه بالشات. ما في مشكله سيدي. مهندس علاء الدين فارس بيقول لك، على اي اساس يحسب التباعد بين الابراج؟ وهل له تأثير على تصميم القواعد؟ والسؤال الثالث، كيف يؤثر فرق الليفل على التصميم بشكل عام؟ أتوقع طيب. أنت جاوبت بشكل جزئي على الموضوع هذا. إيه بس يمكن دخل متأخر أو شو اسمه. نعم. المسافة بين الأبراج بتتعلق بشغلتين. أهم شغلة أنت لازم تشتغل عليها هو عبارة عن الكليرنس تبع الكيبل. لازم تحقق الكليرنس تبع الكيبل. فبالتالي مينيمم كليرانس بتحسبه بالتباعد بين الابراج وحسب طبيعه التربه. احيانا التربه انت عندك مثل ما حطينا المثال، يكون في عندك وادي ممكن ما تحتاج لهالبرج الكبير، ممكن لا تكون عندك الارض ستريت وفي عندك طريق بالنص، فبالتالي بدك ترفع البرج مشان تحقق المينيمم كليرانس بالنسبه للطريق. بناء على هالمينيمم كليرانس بنحدد التباعد بين الابراج، وبيلعب دور ايضا انت ليش، لان في عندك ماكسيموم سبان بين الابراج لكل نوع من انواع التيارات، خلينا او استطاعات الكهربائيه، فكل ما كبرت الاستطاعه ممكن السبان يكبر معك وبيقل عدد الابراج. يعني مثلا لو اضطريت انت ترفع البرج متر، افضل الا تضيف برج ثاني مثلا، لا برفعه بعمل بادي اكستنشن او ليك اكستنشن بنسميها، وبرفع البرج بدل ما والله احط مثلا بنص برج بس والله مشان اعمل
الكلير سبان. تمام. في سؤال من مهندس أكام، يا ريت لو تعملنا محاضرة على كيفية التنفيذ في الموقع، خاصة عملية شد الكيبلات وأفضل طريقة للتنفيذ كسرعة في تركيب البرج. تمام، حطناها على جدول هاي. نحطها على جدول، تكرم عين. هاي أول ما اشتغلت أنا اشتغلت بالأوفرهيد لاين، اشتغلت بالإركشن. تمام. إركشن وفاونديشن قبل ما ننتقل للتصميم. تكرم. تمام. المهندس ياسر حسن بقول لك يا ريت تعطينا فكرة عن برنامج الماث كاد، لأنه مبين أنك أنت اشتغلت المثال هذا على الماث كاد. أنا بشكل عام أستخدم الماث كاد بشكل كبير. الماث كاد هو عبارة عن برنامج رياضيات أنت بتعمله بروجرامينج، وأي خطأ الحلاوته بيعمل كونفرت لليونت. يعني مثلا حطيت ميجا باسكال، رحت بعلاقة تانية، كتبت العلاقة بأي شغلة تانية، غيرت باليونت، ما عنده مشكلة، بعمل أبديت لليونت وبيعالج لحاله وبيشتغل. تعمل له بروجرامينج بيعطيك إذا أخطأت بأي علاقة ما كتبتها صحيح، فبتلاقي رأساً العلاقات كلها بتعطيك ريد مارك إني ما في إيجابي، فبترجع أنت بتشوف وين أخطأت. تمام سيدي. طبعاً برنامج الماث كاد هو المستخدم عندنا بأمريكا بشكل كبير، وعم يعوض الإكسل والوورد في آن واحد. تمام تمام. حلاوته للماث كاد، بس للأستاذ ياسر، كل شيء واضح عندك، ما فيك تخبي شيء. يعني بنحسن نقول بروجرامينج مانوال كالكوليشن. في طريقة تخبي، في طريقة تخبي، في طريقة. هلا إذا خفيت أوكي، بس نحن عم نقول إذا راد يكشفوك واحد خبير بكشفك. تمام. المهندس مالك عتيق. مالك عتيق رافع إيده. نعم. تفضل أخي مالك. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، شكرا. الله يبارك عمرك. حكيم. تسلم. يعني عندي كم سؤال. السؤال الأول، حكيت على المونوبول وأظهرت لنا أنه كان في مشكلة زياح بسبب التنفيذ، فصراحة عندي فضول أعرف شو هي مشكلة التنفيذ اللي أدت لهالانزياح. والله شوف، يعني أحياناً السرعة، مثل ما انهار أحد الأبراج بسبب السرعة، صار أيضاً هذا بسبب السرعة. بسبب السرعة بشو؟ هلق إذا شو اسمه على الخاص بحكي. خلاص. طب ننتقل عندي سؤال ثاني هو نظري أكثر. وقت حكيت على وقت بيكون عندنا ووتر تيبل، وحكيت بحالة وجود استخدام الوتاد ولا استخدام الباد أند تشيميني. تمام. على الدونسيتي قلت إنه وقت حساب الفريكشن للأوتاد بناخذ السب سبميرج يونت ويت. نعم. بينما بالباد اند تشيميني بناخذ الساتوريتد ويت. الساتوريتد ويت، بس بحال الباد اند تشيميني بنفس الوقت ما لازم ناخذ دفع المي من الاسفل. بنحسب لك البويونست افكت، لازم تحسبه. ايه بالكومبريشن. ايه لا عم بحكي بالابليفت. اذا في عندك بيوند لازم تاخده اكيد 100%. ايه فلازم تاخده، فبالاخير اذا يعني بيرجع كانه اخذنا يعني وقت ناخذ دفع المي من الاسفل، كانه بالاخير اخذنا السبميرج دنسيتي كوزن بيساعد على الاستابيليتي. ايه هو الوزن بيساعد على الاستابيليتي 100% معك. ايه بس الوزن بالاخير ناخده بالاستابيليتي، بدك تنقص منه بيونسي لانه عباره عن رفع وانت عم تعمل ابلف. تمام. إيه بالاخير يعني قصدي بيرجع يعني نفس المشكله، يعني هون يعني بحاله الاوتات في خساره، وبحاله الباد اند تشيميني في خساره، لان بالاخير الوزن التربل بيساعد على تثبيت الاساس، هو السبمرج دنسيتي بالاخير بتضل لانه تبع يعني الخرساني. ايه فبالاخير يعني قصدي انه في خساره تعادل بعضه. يعني قصدك ايه يعني بالاخير ما يعني ما الووتر تيبل هو اللي راح يوجهنا لاستخدام البايل ولا الباد اند تشيميني؟ ما بعرف هيك هو اللي احكي لك. انت بتحسب البيونس افكت عليه، ايش قد اعطتها قوه رفع؟ ايه اعطتني خلينا نقول لك 20 كيلو نيوتن. طيب هل 20 كيلو نيوتن المفروض انا اشوي انا قصن من ريزيستنس ويت لود، لاني كاني صرت انت عمال تضيف ابليفت لود ب 20 طن. خلينا نقول لك
اي بالضبط. اي يعني اذا عندي انا ابلت 100 كيلو نيوتن وعندي انا الريزيستنس خلينا نقول لك 120، لكن عندي بيوند او بنسبب البيونسي افكت 20 كيلو نيوتن، بدك تضيفه لمين؟ للقوة اللي عم ترفع. بالضبط. اي بس حاله الوتد بيكون مساحته اقل، فيعني دفع المي يعني بيكون مهمل يعني تقريبا، بيكون اخف، لذلك بنهمله. آه. ما بنعتبره على فكره. اه ايه شكور. ايه وهلا بس سؤال من ناحيه هلا سالوا في زميل قبلي انه هلا مين افضل، رفع الابراج ام زياده شد الكابلات؟ يعني هلا اذا في ساق معين ايه هلا فينا مثلا نقلل الساق باضافه يعني الشد البدائي بالكابلات. هلا انت عم تشد، فهيك عم تعمل سترينجينج وعم تشد الكيبل لتحقق الساق على فكره. ها ايه ايه بس قصدي انا ايام اذا البرج عالي ففيني قوه الشد البدائيه فيني اقللها، فالساق البدائي بيكون اكبر فبتخف القوه بس بعلي البرج. هلا انا اشتغلت يعني مشروع واحد من زمان يعني بتذكر اجت هي بس كانت بالاصل في مواصفات معينه وشروط معينه، فيعني هذا البارامتر يعني ما كثير اخذته بعين الاعتبار، بس هو يعني سؤال بذهني انه مين افضل، علي البرج وخفف القوى البدائيه ولا قصر البرج وزيد القوى البدائيه تبع شد الكابلات؟ كم برج راح تقصره وكم برج راح تكبره؟ هون انت بلعب الدور الاقتصادي. هلا مثلا اذا زاد اللود عندي نتيجه الشد راح يعطيني هيفي تاور وتاور واحد، بينما لو لا والله خففت الشد ورفعت البرج، رفعت البرج مثلا خف الفيرتيكال لود نتيجه الشد، صح؟ صح. وحتى بخف اذا بناخذ الحاله إيه؟ مثلا بس بهالحاله شو صار معك؟ انت الفيرتيكال خفت نتيجه رفعت البرج وخففت التنشن، بس لما رفعت البرج زاد عندك تاثير الرياح. بدي ارجع لنفس موضوعك بالبيونس افكت للابلف. فبدي اعمل انا توازن بين التنتين، اشوف شو المناسب اللي واشتغل، يا بكبر يا بصغر. هو حتى كمان وقت بنزيد الشد البدائي كمان القوه الافقيه بتزيد، وقت بحال كان في زاويه، في حال زاويه او حاله اخذ انه انقطاع كابل، تمام 100% يعني كمان فله تاثير 100% معك، 100% البروكن واير 100% معك، وبيعمل تورجن على التور مثل ما حكينا. كل هذه الحالات سواء الكونستراكشن كيسز او المينتنس كيسز او الحالات الرياح او الشيء اللي بنسميه الشورتيج اللي بصير لازم تدخل معك. فاي حاله تحميل بتعرف اني ممكن تصير بتدخل، هي موجوده اذا رجعنا اللي ذكرناها كلياتهم موجودين، بس ما ذكرنا بالتفصيل بيني وبينك. سؤال الأخير من ناحيه التجارب على الاساسات، ايمتى نلجا للتجارب ما نكتفي بس بالتصميم؟ شوف بشكل عام بخطوط الابراج او حتى بالابني دائما لازم تختبر الباي، ولو انت صار لك 20 سنه عمال تصمم باي وعم تختبر وعم ينجح، لكن السبيسيفيكيشن موجوده ومذكور فيها شيء، فكل برج بتجي بدك تعمل الاختبار. لكل برج لكل وتا؟ لا مو كل برج، يعني القصد انت عندك مثلا عندك سسبنشن وعندك انجل، ماشي؟ مواصفات بتقول لك اذا كان عندي خط بتعمل واحد سسبنشن واحد انجل. هلا اذا عندي انا كمان عدد من الباد اند تشيمني، كمان بترجع بتعمل للباد اند تشيمني واحد سسبنشن واحد انجل، يعني لايت تيست وهيفي تيست، يعني خلينا نقول لايت وهيفي على اللود. يعني كان نسبة قديش يعني إذا عندي ما بعرف 100 برج؟ ما في نسبة، مثل ما قلت لك كل شيء اشتغلناه كان عبارة عن إيش؟ إذا في عندك تور أنت عم تعمل ميثودولوجي أوف ديزاين، وهذا أنا بعتبره تقصير بالستاندر. كيف تقصير بالستاندر؟ يعني إذا عندي أنا خط 100 تور وإذا عندي إياه 500 تور عم تعطيني نفس الموضوع، يعني أنجلو تنشن، صح؟ صحيح. إذا اشتغلت بمشاريع الكهرباء بتلاقي عندك واحد أنجل واحد سسبنشن أو تنجنت تور بتعمله اختبار فقط.
حتى لو كان عندك 500 برج الا اذا اختلف نوع الفاونديشن. لو طلع عندك باد اند تشيمني خلص بتروح على الباد اند تشيمني بتعمل اثنين كمان هيك الستاندر. بالبايل بالنسبه للابنيه الابنيه دائما كومبريشن كنا نعملها وما زلنا وفي عندنا موضوع ما زال يمكن حكيت عنه الاسبوع الماضي القبل الماضي. الكومبريشن بتلحق كم قطر عندك؟ مثلا اذا عندك نوعين اقطار 80 ومتر بتعمل اختبارين على 80 وعلى المتر. بعد الكودات بيقول لك الاختبارات لازم تعملها 10%، لكن هي خراب بيت. مشان ايش انا بدي اعمل 10%؟ تصور لو عندي انا مثل ما تفضلت 500 تاور، معناتها هل انا بدي اعمل 50 تيست مشان اعمل فيريفيكيشن للديزاين؟ ما حد بيعملها، المالك ما بيعملها. ليش؟ لانه راح يدفع فلوس، بالنسبه كمقاول ما عنده مشكله، لكن المالك راح يدفع فلوس. انت عندك ميثودولوجي ديزاين بيقول لك واحد اثنين بكفي بتعمل اياه، وخاصه إن هو كل سنه مثلا عم بيعمل له 20 30 اختبار، فهي لحالها فيريفيكيشن لكل الابراج. مشكور استاذ عبد الحكيم. الله يبارك فيك استاذ عبد الحكيم، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كان في طلب من المهندس محمد الصواف بده الـ ASE 10-15 هو النسخة اللي عنده 97، هل موجودة عندك PDF؟ 10-16 تكرم عينه. 10-15 والله يمكن 10-15 أو 10-16 موجودة تكرم عينه. تمام سيدي، إذا موجودة بنرفع على الجروب إن شاء الله. تكرم نرفع على الجروب، ما في مشكلة أبداً. مهندس ياسر حسان أو ياسر حسن بقول لك الأساتذة طلبوا محاضرة تفصيلية عن التنفيذ ونحن نطمع بمحاضرة تفصيلية عن تصميم الأبراج المعدنية وأساساتها. أنا إحنا أنت المحاضرة قبل يعني أول محاضرة عملناها كانت عن تصميم الأبراج المعدنية. هو الأستاذ ياسر يمكن بده مثال عملي باستخدام السوفت ويرز كيف نصمم البرج. تمام، وهذا موضوع يعني بده دورات وليس محاضرة واحدة. والله يعني هو إذا صار بالمستقبل إن شاء الله ما في مشكلة. طيب سيدي، إذا صار بالمستقبل وعملت دورة إن شاء الله تكرم عيني. تكرم عيني سيدي، مثال واحد يكفي. طيب سيدي تكرم عيني، تكرم عيني إن شاء الله. خلص مهندس محمد عبد الرازق رافع إيده، تفضل أخي محمد. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. جزاكم الله خير مهندس عبد الحكيم ومهندس أنس، جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك وإياك إن شاء الله. الله يبارك فيك. كنت بسأل حضرتك عن الفاتيج ستريس على التاورز والمونوبول والحاجات دي. الفاتيج ستريس بنشيك عليه برضه، احنا بنشيك عليه في المونوبولز بتاعت البترول ستيشنز والحاجات دي برضه. هنا أظن برضه بيحصل دورات تنشن كومبريشن على الأرمز على الحاجات دي برضه. حضرتك لو تفيدنا في موضوع الفاتيج ستريس. يعني الفاتيج ستريس تترك لتصميم البرج. في البرج ما حضرتك ذكرتها يعني. تمام تمام. طيب في ستاندرد تاني اسمه الـ ACE 4819. ASCE ASCE 4819 يعني عايزين اوصل حاجه متخصصه في الالكتريك ترانسميشن تاورز يعني زي كده. لو حضرتك تقول لنا عليها مثلا. في حاجات عندي بس انا مش متخصص في الموضوع، بس حضرتك يعني الموضوع شيق جدا ومليء بال تكرم عيلة. جزاكم الله خير. فحضرتك تقول لنا الحاجات المتخصصه يعني حاجات طبعا باولز وتوم لينسون والحاجات دي كلها حاجات عامه. الحاجات المتخصصه زي الاي سي اي 48 ده جايد لاينز فور. مظبوط 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 100%. حاجات سبيسيفيك في الموضوع يعني. هو نحن ردنا استاذ محمد نعطي فكره عامه عن كيفيه تصميم الفاونديشن للابراج الكهربائيه. تمام، ممكن بلقاء ثاني ان شاء الله
نعطي يعني هذا الجانب تبع الاي اس سي المتخصص فعلا. وكمان في عندك مثل ما قلت لك الاي تريبل اي 691، هذا كمان اذا عندك متخصص خاص بالابراج الكهربائيه. الاي تريبل اي حضرتك تكتب لنا اسمه اي تريبل اي، هلا خل اكتب لك اياها على الشاشه معلش. معلش تكرم عينك. ها وين الانوتيشن؟ اي 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 691. هذا بحكي بالتفصيل عن كل القواعد تبع الترانسميشن لاين، وهذا بختص على فكره الكود هذا تبع الكهرباء. 691 اي تقريبا اي 691 هو يمكن هو انترناشونال الكتريكال الكترونيك انجينيرنج. تمام 691 هو هذا بختص بالفاونديشن تبع الترانسميشن لاين. تمام. طيب اللي هو في كود اللي هو TIA اللي هو بتاع التاورز اند انتنا تبع التاور والتليكومنيكيشن، مزبوط. بس انا والله ما استخدمته، بس اذا بدك اياه ببعث لك اياه. هو انا معايا القديم اللي هو 96، مش عارف في جديد طلع بس مش معايا، يعني معايا اللي هو ال 96. التي اي اي تكرم، بشوف لك اذا النسخه حديثه ببعث لك اياها ونرفع للشباب. خلاص جزاكم الله خير وانصح الله. تسلم كثير. تسلم استاذ محمد، شكرا جزيلا. وإياك ان شاء الله. تمام سيدي، بس هو انا فضلت شفت على الانترنت الـ ASC 4819 هو Design of Steel Transmission Pole Structures للمونوبول. نعم، بينما أنت اللي عم تحكي عليه اللي هو 10-15 العشرة لللاتيس ستيل ستركتر. لللاتيس، تمام، هذا هو الفرق بين الاثنين. ايه واحد للمونوبول واحد لللاتيس ستيل ستركتر، صح؟ هو الأستاذ محمد عبد الرازق شغال كني بالمونوبول ما شاء الله عليه. ايه سيدي، سؤال أخير من مهندس محمد الحرك، هل يمكن استخدام الماثكاد لحساب الكميات؟ 100%. أنا أعطيتك بالأخير حسبت الكميات، التيبل الأخير اللي حطيته حط أطوال وأوزان وكميات وعدد وكل شيء بالشيت الأخير بالماثكاد. فأنا بروح للشيت بعد ما أخلص التصميم، برجع للشيت الأخير بأخذ الداتا وبعمل الدروينج تبعي. تمام سيدي، الله يبارك فيك وبكم ان شاء الله. اتوقع هيك ان شاء الله اكون اعطينا كل الاسئله. الله يجزيك خير ويعطيك العافيه من بحث صوتك. لا ولو بالعكس، الله يبارك فيك. واضطرينا نسرع الوتيره باخر اي والله 20 دقيقه مشان نخلص السلايس الموجوده. اي والله مشان ما نقصر، بس ان شاء الله يمكن بتذكرون الاسبوع القادم ان شاء الله مع المهندس حنا يعقوب. تمام تمام سيدي، الأسبوع القادم إن شاء الله مع المهندس حنا يعقوب. هو اشتغل بمشروع تنقية ومعالجة مياه لأكبر مشروع بالعالم بكندا، فراح كنا عن هذا المشروع إن شاء الله الأسبوع القادم وآلية المعالجة اللي تمت وحجم المشروع. بارك فيك. رح نرفع إن شاء الله شهادات الحضور على مجموعتنا على الفيس، أنا حطيت الرابط على الشات قبل شوي. يلي بده شهادة الحضور ممكن يدخل على مجموعة ونحط عادة ملف إكسل للأسماء مشان نرفع الشهادات. الله يجزيك خير أخي عبد الحكيم وبارك فيك. تسلم. نشكرك على المحاضرة ونشكر كل الزملاء على الحضور، نلقاكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله. شكرا أخي، شكرا، الله يبارك فيكم جميعا، السلام عليكم.